الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والأليان إذن أكسر ما تهد فقر جاي بجملة وإن كتان إلينا فرحت يبشبش يدمشات نبي الله صلى الله عليه وسلم روحنا
عالمك لو فحضت بليه مركو أفرو فحط بليه وأفرك صوتي وكأفري إلهي التوفيق وكتي وكفى حياة مركي وإلهي لك المرى وكفى حياة أتشكي صوت كيسا ما أنت مركو ومال الفرح ومال الفصحى ومال القيارها فنان يتماشات كبنان لينو أقل عليه سيدة حديث النبي جاء نقصد صلوات ربه والسلام عن الصحابة اللي سلفنا عيسانين جهه لكن وحلق ما مارك أنت المعنى فرحة يتماشاتك وإنه سلحتك إلى لقافين ومر والبعاد أهات الروح مسلم وحدود الشريعة عيسى كوهك وإن إلهي أبن إليه كوهك حالتنا كشعب سنية حلاشة كشعب سنية كأهل عبورتا هي دمرتا هي الضغطة اللي ردع وإلا حتى مليوه هو لا حتى مليوه محرماتك إلهي حرميه وإنه بلغ الله صومنا ما إذا ليسنا ينبو أفوريه أما الحلال يسنيه أما نتمشيني ولا نحكي سنة تراجد هل فرحه هل مدما شعره لكن هل إلى اليوم إلى الشرق بيسا تبارك وتعالى وقال صورة بحتي كو أفورها المقلب وقال صورة هو بحتي كو أفورها المقلب ولا الآن صوت جبجبدي سي بيش جبجبدي دي الله تبارك وتعالى وكل الله شعري وحب إلى وكتشيني إن وحلينا فضولي ودين تلين وعدك ما المها ترسل إلى قبل استرنا لتكمل العدة الحمد لله وهذا ما يسترنا إلهي هنا لا أقبره إشي يقولي لنا وحي المنوين الله يقول رأي تبارك وتعالى ولتكبر الله على ما هداكم إلهي إلى بوي نيسان هنونوط أولي الهنون يضغط إلى كوي نيسان الله تبارك وتعالى إلى قلبي جينا كوي نيسان قلبي جينا كوي نيسان عرب كوي نيسان أي ابنه من عمل كان كوا إليه لتكبر الله الله تقلب هذا كوا إليه وحتح الشارع من الكبوح أرضو عمر حمان سمين إليه قلب هذا مكو إله كوا إليه وقلبوا حتح الشارع سائلة سنة إله إلي حدودها وقوم إلي إلى سلاته أدبته قلب هذا مكو الرب هذا كوا إليه وحتح الشارع سائلات وقوم إلي إلى بيعضه عرف كلام يقول إليه نساء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وحي آيات تلبان نساء رمضان في أي مسلمين دلال هي خيئة إلهي لا إلا وابتي على ما هداكم حرد من حيالك إلا ما أهي الله ضغط إلى البرية إلى التصي قرأت إلى البرية نبدا إلى البرية وعلى إلى التصي وعلى إلى البرية كيف إلا إله إلا إلا وابتي وحي المصر إلي حقي حالتا يا رماها سيدة براد المحالة المامية وحي آت سبع السن إنسان إذن عجرين يوسن إذن لو إيمان السنبول لنا وحي إله إلا إلا وابتي إله إلا وما أدبني على ما أداكم خورون تقود الحمولية براد ولا تقود الوابتي براد إله إلا أدبني تبارك وتعالى وحرب تبارك وتعالى كتب آيبا إلى كشكر الله ولعلكم تشكرون إلى كشكر الله إلهي قلبي كشكر الله وعرفك كشكر الله وابنها إلى عملك كشكر الله أنت بشكر بواك الله شكر وحاك بلني وكيسني أعمال شيء هذا رمضان سميني سيئنا بالقيمين وآب وضوء لأن الشكر لإلهي وإلهك له عملك الصالح الشكر بيسو وعملك لو صالح وكبل بيسو سلاسة الشكر بكتلا لكن إنا كلب بيسو رمضان بأكاك شكر ما سيستردد ولعلكم تشكرون إلهي كشكرية إذا بدأ وضع أنت إلهي كلب النساء صوت السيوة من محمد روحي رسول الله عليه وسلم روحي رمضان صوت لحبري أو شوالنا راعية صلت قبل صلى الصوم وكتب إلي هاي صوت وضع صلاة هديك وضع صلاة ليك وراك أخرس كيسي وضع عبادات كيسي وضع صدقات في طاعاتك وضع أنت ربي من كلام كل نساء ما يروح المسلم كأو كحك هذا العبادة يسفوها بها يمجد إلى كل الأطلاب وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ها
ee waqtigiisa dambi ilaahay ku xidhan oo yaqaana noqo cibaadada wadar oo khayraadka ha joojinina waa shukriga walacallakum tashkuruun ilaahay aad ku shukrinaysaa alla tabaaraka watacaala talabaadna wax weeye wixii ilaahay xarimay maalmahan aad iyo aad halaysado waxay geliyo hadala iska ilaaliyo iyadana shukrigaa keesanaya dib ha u quranina horay u socda ilaa aad ilaahay kala kulmaysaan tabaaraka watacaala geelidu idiin imaanayso idinka muslimiin oo dariiqa saxda ku toosan ilaahay tabaaraka watacaala tawfiiq baa ina waafajiya maasheenina allah inaga xukumayo maalinkaa faraxa ah waxaa ku farxay inaa mubaaxaadka galaha ilaahay inoo baneeyay bay tahay cuntooyinka cabitaanada shahawaadka kale banaan ilaahay baa inoo baneeyay ciyaaraha banaan nabigeenna magaalada madiina yimid iyagoo loo beriyo ciyaaraa leh masaajidka nabiga sal alay wasalam iyo nimankii axbaashta ku ciyaarayeen ee nabiga sal alay saxaabadiisa ka mid ahaa maalin ciida nabiga sal allahu calayhi waalihi wasalam maalin ciida laba gabdhood oo gabdhaba ku ahay dhalinyaraha oo agtiisa nabiga sal alay wasalam ku qaadqaadaya geeraad iyo gabay ayaa abuubakar canaantay oo ku yiri ma nabi maxamed agtiisaan waxa ku samaynaysaa markaasuu nabigu wuxuu ku yuri sal alay wasalam abuubakarow daa maanta waa ciidda nabigu nabigu guri sal alay wasalam ummad walba ciid bay leedahay maanta waa ciidda lana in la kulmaashaado oo la ciyaaro oo ciyaalka iyo tawsico loo sameeyaayo waa sax weeye maantana maalinteedii waay laakiin mar walba xilli walba iyo meel walba waa in laga taxadaro in ilaahay tabaaraka watacaala xuduuddiisana tilaayo xaaraan iyo khaladna la galo sida inta badan maalmahan ay u badan tahay in la sameeyo gabagabadiina la ilaaliyo waxaa mudan inaynaan halmaanin walaalaheen baytulmaqdis iyo gaza iyo falastiin waa qibladeenna u horeysay intaa kacbada laynoo soo jeedinin 16 bilood ayuu leeyahay baytulmaqdis salaada ula jeesanaya waa masrihii nabigeenna sal alay wasalam waa meeshii loo qeelmay rasuulkeenna sal alay wasalam waa masjidkii saddexaad iyo xaramkii saddexaad oo masaajidda ay muslimiinta agtooda ku weyna sharaacadu in amarta weynayntooda masjidkii saddexaad waa wadmadu wax lagaga yaalla haddaan aha muslimiinta meel kastoo joogo qabyada baytulmaqdis ma aha qabyad carab keliya ma aha siday dad badan oo fahamku la gaabtay waxmagarada ay la noqotay ma aha carab qabyadeed ma aha keliya waa muslim qabyadii waa meel kasta u jooga waa qabyadeena waa sida daraaddeed muslimiinta walaalaheed ee lagu xadgudbay taqriiban 7 sano ka badan la garaacayo la laylayo la tahjiirinayo yahuud iyo ay isugu tageen acwaanteeda walaalada waxa ugu yaray inaga mudayna wax weeye inay nagu ducayno oo ilaahay u barino in ilaahay u nusreeyo ilaahay inuu guul siino cadowgooda inuu la hijabiyo gaalada isu kaashato ilaahay tabaaraka watacaala inuu burburiyo iyagana ilaahay nasriga inuu ilaahay u soo dedejiyo inta ugu yar ee xaq inoogu leeyihiin waay wax badan oo kale inuugu leeyahay laakiin waa waxa ugu yar waay ciidanku mubaarak wa sacyiku mashkuur وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال واسأل الله تبارك وتعالى أن يمد لنا الأعمار حتى يوصلنا إلى رمضان ورمضان وصلوات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى نسأله التوفيق جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.